مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه شوف تيفي. اكيد اغلبكم يعني تتبع الجدل اللي رافق الدخول المدرسي لهذه السنه والاشاعات يعني حول الزياده في الكتب المدرسيه لهذه السنه. مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومه حذر من اي زياده في الكتب المدرسيه، مصرحا بالقول اي زياده في الاسعار غادي تكون موضوع مخالفات كيعاقب عليها القانون. وشدد بيتاس خلال ندوه صحفيه الاسبوعيه للحكومه على ان اسعار الكتب المدرسيه ما غاديش تعرف اي زياده والتكاليف جديده غادي تحملها الحكومه عبر صندوق المقاصه ب 105 ديال مليون درهم، مؤكد على ان هذا الدعم تم صرفه للناشرين من اجل المساعده ديالهم على تحمل التكاليف الاضافيه للورق وحتى للطباعه بغيه الحفاظ على اسعار الكتب في المستويات ديالها دون اي زياده. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقوا على خير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.